جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز أن يقرأ الخطبة شخص ويصلي بالناس شخص آخر، وما الأفضل في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل في ذلك أن يتولاهما شخص واحد، أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، ويجوز أن يتولى الخطبة شخص ويتولى الصلاة شخص آخر، لا سيما عند الحاجة، الأمر في هذا واسع والحمد لله، ولكن الأفضل أن يتولاهما واحد إذا أمكن. نعم.